والآن جاء موعد أخبار الاقتصاد وتفاصيل أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك شكرا مصطفى. إلهام نمر وشكرا ياسر عبد الستار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. تستضيف محافظة أسوان المهرجان الدولي للتمور في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة. بمشاركة 114 عارضا يمثلون 10 محافظات، انطلق المهرجان الدولي للتمور على أرض أسوان في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهرجان يؤكد حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل جديدة، كما أنه يساعد في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة. بنعرض المنتجات بتاعة أسوان، الدبس البلح بتاع أسوان، والبلح المفروم اللي هو العجوة بتاع أسوان، والبلح المكبوس بتاع أسوان. أنواع البلح في عندنا برتمودة والسكودي والجنديلة وأكثر من 7 أصناف. ويتوافق هذا التوجه مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2,500,000 نخلة بمنطقتي توشكا والعوينات. مهرجان التمور ده هيدينا فرصة إن احنا نصدر التمور بتاعتنا، لأن التمور بتاعتنا جافة ممكن تتحمل تسافر. في إضافة إن شاء الله يعني آملين يبقى في مصنع تمور لتحديث التمور في أسوان، وتلقى التمور للتصدير، وتبقى في فاتحة خير للمزارعين. بالنسبة للأسعار بتتراوح ما بين 30 و20 و25 و40، كل بلحة لها السعر بتاعها. وتمتلك مصر إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنتاج بنسبة 18%، وعربيا بنسبة 24%. تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفعت 9 قطاعات فيما تراجعت 7 قطاعات، وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 518 مليون ورقة بقيمة 887 مليون جنيه. وجاء قطاع البنوك في ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمي لتصل إلى 1700 دولار للأوقية، أما محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 926 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1080 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1235 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيه. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 5 أسابيع بدعم من قرار أوبك بلس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% لتصل إلى 97 دولار و92 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% ليصل إلى 92 دولار و64 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا أيضا بنسبة 4.49% لتصل إلى 4.3 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.21% لتسجل 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد القيود على الصادرات، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول الصين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها. وتأتي هذه الانتقادات الصينية بعد قيام الولايات المتحدة بتحديث ضوابط التصدير التي تضمنت إضافة بعض رقائق الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء ومعدات لتصنيع أشباه الموصلات، وذلك إلى قائمتها، حيث تؤكد الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع بعض الرقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية. أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني والتي بدأت في الأول من أكتوبر، وعلى مدار أسبوع كامل بانخفاض بلغت نسبته 18.2% عن موسم العطلات في العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، مشاهدين الكرام.